السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج التواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من فقرة المقاطع المتداولة. بثت القناة الحكومية الرسمية في العراق مقطعا مصورا لاعترافات قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي المدعو أحمد حميداوي عويد، والذي يعمل ضابطا برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية. دعونا نستمع إلى اعترافاته. طلعنا سيدي من البعيثة دراجتين هو بالكورلة، أنا سيدي طانا سلاح، سيدي أنا طانا غدارة خليته بالدراجة، وزهراء كل واحد عنده مسدسات، سيدي واحد عنده كلوك وواحد عنده اتش اس يمكن، سيدي اي سيدي أنا عندي مسدسي هم شايل مسدسي أنا كلوك سيدي. فطلعنا سيدي من البعيثة صعدنا الجسر مال الزعفرانية وسلكنا محمد القاسم، وبعدين دخلنا على زيونة، أنا محمد القاسم ودخلنا على زيونة. أنا دخلت سيدي من القناة، هو لأن هذا السايق يندل، أنا ما أندلها بالضبط. دخلنا من ورا شي أكو سيدي خروج اسمه زدود وصبات، بس شي مال علقة دراجة صغيرة. طبينا من هذا سيدي، الدراجة الثانية ما قدر يعبرها، نزل هو السائق الأول اللي هو اسمه مجتبى عبرها الدراجة سيدي. طبينا للمنطقة، من طبينا للمنطقة سيدي رحنا حديقة قريبة عليه، قال هي هاي هنا ننتظر يم الحديقة. قابرني قال وصلت، وقلت له وصلنا. تقريبا بقينا ساعة سيدي هيجي واقفين قاعدين بالحديقة، خابرني قال يجي. مشينا سوا قلت لك براد وبيضة بيه هو الهدف. طلعنا قدامه شفنا يعني هاي البرادو، طلعنا قدامه ووصلنا يم بيتهم، لان السائق يدل بيتهم بالضبط. وقفنا بالركن سيدو، الدراجه بعد الثانيه ما وصلت لنا. جت السياره هاي البرادو مال هشام الهاشمي، الغداره وقفت السيده عندي ما اشتغلت، بعدين طلعت المسدس مالتي ورميته يمكن 4 أو 5 طلقات، المسدس الحكومي مالتي سيدي رميته، بعدين سيدي تمشيت على الدراجه. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر يخص نفس الضابط. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبين ترقية الملازم أحمد الكناني قاتل هشام الهاشمي الأسبوع الماضي، والتي صدرت من قبل وزارة الداخلية في جدول الترقيات الخاص بالضباط. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، آخر اسم هو اسم الملازم أحمد حمداوي عويد معارج، وكالة الوزارة للشؤون الإدارية. كما تلاحظون الرتبة الحالية ملازم، وهذا الرقم الإحصائي، هذا أو هذه صورة تبين طبعا الترقية. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. تعمدت الميليشيات شن حملة بلاغات على حساب القاتل لطمس أي علاقة لها به، وصلته أو صلته بالحشد الشعبي والميليشيات الموالية لإيران، رغم ثبوت ولائه لها ولزعمائها وارتباطه بميليشيا الحشد. هذه اللقطات التي ستشاهدونها الآن، طبعا هذا حسابه قبل الحذف، قام كثير من الناشطين بمجرد أن خرج على وسائل الإعلام بالدخول إلى صفحته الشخصية والتقاط هذه اللقطات من حسابه الشخصي، وطبعا يبين الولاء والانتماء لهذا الشخص في هذه اللقطة. طبعا هذه صورة أخرى من منشوراته السابقة، ينشر صور للميليشيات، ميليشيات الحشد، ويقول صرنا دولة، هم قولوا بعد علينا ميليشيات، حشدنا حشدنا فخرنا، الآن فقط لم تذهب دماء شهدائنا سدى. نتابع صورة أخرى، هذه الصورة نشرها لي أبو مهدي المهندس، ويقول اشتقنا لخطاباتك التي تبعث الراحة في النفوس. أبو مهدي المهندس المصنف إرهابي دولي والذي سفك دماء العراقيين، هذا الملازم ضمن وزارة الداخلية يقول هذا الكلام، وهذا طبعا منشور له. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، هذا جزء من حقيقة انتماء هذا الشخص. طبعا الميليشيات كما قلنا بادرت بعملية حذف عن طريق البلاغات، وذلك لإخفاء أي علاقة له أو صلة له بهذه الميليشيات. دعونا نتابع بعض التعليقات أو التغريدات مع وسم العدالة باعترافات كاملة.
نائل يقول: المجرم أحمد حمداوي الكناني الذي قتل هشام الهاشمي رحمة الله عليه أو رحمه الله ينتمي إلى ميليشيات إيران الإرهابية. تغريدة من فاتن تقول: منو اللي انطاك السلاح؟ منو اللي خطط؟ منو اللي انطى لكل واحد دور وقال له يصير اللي يصير قريب عليه ينفذ؟ هذا ليس قاتل هشام الهاشمي، هذا الأداة، هذا هو السلاح المنفلت. تغريدة من عمار حبيب يقول: اعترافات واعترافات لقاتل الهاشمي، تضحكون على أنفسكم؟ من الجهة التي خططت وجهزت ودفعت بالمجموعة وما هي دوافع القتل؟ تغريدة من سيف يقول: لماذا تم إخفاء المحرض والجهة التي حرضت واستخدمت أحد ضباط وزارة الداخلية لتنفيذ الجريمة؟ السؤال: كم ضابط يعمل بالوزارة وينتمي إلى جهة حزبية ولاها إلى إيران؟ أسئلة منطقية يطرحها العراقيون كل يوم. هذه أجهزة حكومية مخترقة كما يقولون. دعونا مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر، إنهاء الإفلات من العقاب. طبعا تنطلق اليوم تظاهرات في العراق وعدد من العواصم العالمية في إطار الحملة المطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في العراق. دشن ناشطون عراقيون في العراق وعشر عواصم دولية مسيرة هي الأولى من نوعها تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب وتفعيل القانون لمحاكمة المتورطين بالجرائم والانتهاكات المختلفة وجرائم الفساد المالي. نبدأ من أول مقطع لدينا. بدء توافد الجالية العراقية لمكان التجمع أمام مكتب الأمم المتحدة في باريس، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل انطلاق مسيرة حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق. إنهاء الإفلات من العقاب في العراق. الإفلات من العقاب كان دائما السبب الأساسي في تفشي الفساد والجريمة السياسية وازدهار العنف الطائفي والإرهاب والميليشيات المسلحة في العراق. إن فشل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2004 حتى الآن في تطبيق القانون وبسط سيادة الدولة من خلال تفعيل المحاسبة أدى إلى تحويل العراق إلى دولة فاشلة، في حين كانت المعالجات المحلية والدولية تسير دائما في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الداخلية وتعطيل المؤسسات وصعود كيانات سياسية وعسكرية واقتصادية موازية. في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مدينة أوروبية أخرى جانب من الوقفة للجالية العراقية في العاصمة الفنلندية هلسنكي قبيل انطلاق مسيرة حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق. محاسبة المجرمين وعدم الإفلات. السيد جمال هو عضو مجلس بلدي في مدينة بورفو في هلسنكي، أيضا حضر للمشاركة مع العراقيين، وهاي العراقيين اليوم واقفين بداية، وبعد قليل أيضا الناس في يعني حضور متزايد. تحياتي للجميع، وهاي هلسنكي فنلندا. أخوكم حيدر الجراني، تحياتي. مشاهدينا ننتقل من فنلندا إلى ألمانيا ونتابع مع حضراتكم هذه الحملة أو بيان حملة إنهاء الإفلات من العقاب من العاصمة الألمانية برلين. بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المرتكبين والمنتهكين والمتجاوزين على القوانين دون استثناء، هو تشخيص نراه صحيحا، ونسعى إلى أن يعمل المجتمع الدولي على الدفع باتجاه حقيقة من خلال جهود وآليات وعاجلة وفعالة. بإمكان العراقيين أن يكونوا شركاء حقيقيين ملتزمين في أي جهود دولية حاسمة لإنهاء الإفلات من العقاب في العراق. طبعا مشاهدينا، تفاعل العراقيون مع وسم إنهاء الإفلات من العقاب في موقع تويتر. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي جاءت بشأن هذا الوسم. أسعد الناصري يقول: الإفلات من العقاب كان هو السبب في تفاقم الأزمات واستمرارها، حتى تمادى الفاسدون واللصوص والقتلة وتسبب في كل هذا الدمار، وأريقت دماء شبابنا بدم بارد وأحرقت خيامهم، كما احترقت مستشفياتنا بمرضاها. ولأن الرؤوس المسببة لكل ذلك لم تردع، فإننا نطالب وندعم الحملة أو حملة إنهاء الإفلات من العقاب. شاه القرداغي يقول: لماذا ينزعج الفاسد والميليشياوي من حملة إنهاء الإفلات من العقاب، على الرغم من أن الحملة لا تذكر أي جهة بالاسم، بل تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب، لكن كما يقال
أو كما يقول المثل اللي على رأس بطحة يحسس عليها، وهؤلاء يعرفون أفعالهم جيدا ويرتعبون من أي حملة تدعو لتحقيق العدالة. تغريدة من دكتور علي الجابري يقول: بعض أصحاب النفوس المريضة يعتقدون أن حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق تهدف إلى إصلاح النظام من الداخل، وهذا دليل جهلهم بالحملة ومعاداتهم لها، لأنها تهدف لفتح ملفات الحكومات المتعاقبة التي أجرمت بحق الشعب العراقي منذ 2003 إلى حكومة الكاظمي، ولا نستثني أحدا منهم. آخر تغريدة من منتظر العمري يقول: إنهاء الإفلات من العقاب من أجل دماء الضحايا التي لن تجف إلا بالقصاص ممن حرض ونفذ وساعد على الجرائم التي ارتكبت ضد الأبرياء شموع الوطن. هذه جزء من التغريدات مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى موضوع آخر مرتبط بمن يهربون من العقاب. بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم ميليشيا سرايا السلام انسحابه من العملية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات القادمة، حاول بعض السياسيين كسب ود الصدر عبر تغريداتهم المطالبة له بالعدول عن قراره بحجة أن الوطن بحاجة له في هذه المرحلة، وبحجة أيضا الشراكة الوطنية المزعومة في إدارة البلاد. هذه تغريدة من عمار الحكيم يقول: نحث أخانا سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم، ونؤكد أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل حقوقه. صار له 18 سنة. في تغريدة أخرى من حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق يقول: أقدر دواعي سماحة الأخ السيد مقتدى الصدر لخطابه يوم أمس، وأؤكد أن ذلك مدعاة لنا جميعا للصمود والتكاتف من أجل إنقاذ البلاد وإنجاح انتخابات نزيهة عادلة يشترك فيها العراقيون على أوسع نطاق لاختيار ممثليهم، ومنع استخدام المال العام والمناصب الحكومية لمصالح فئوية، ونحن نسأل كيف قدمت إلى السلطة. في تغريدة من أبو آلاء الولائي أحد زعماء الميليشيات المنضوي ضمن ما يسمى الحشد الشعبي يقول: الأخ المجاهد مقتدى الصدر لا يمكن أن يحسب المرجفون الفاسدون على آل الصدر أمناء الأمة، هكذا يرى، ولذا فإني ألتمس سماحتكم بمواصلة درب الإصلاح والعدول عن فكرة الانسحاب، فالصدريون رأس الرمح في مقاومة الاحتلال وهم رفاق الخندق معنا منذ أيام الدكتاتورية والجهاد، ولا ننسى كيف أصر الصدريون على إصدار قرار إخراج المحتل، إن وجودكم ضمانة استقرار بلادنا، ونحن على ثقة من بقائكم في ميادين الإصلاح والجهاد والذود عن الدين والوطن. طيب، تغريدة من محمد الحلبوسي رئيس البرلمان يقول: في ظروف صعبة مرت على العراق كتبت عبارة على الجدران: من الفلوجة إلى الكوفة هذا الوطن منعوفة. أبا هاشم، ما زال أمامنا الكثير، والعراق بحاجة لأبنائه الغيارة المخلصين ليرفعوا رايته ويوحدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد إلى بر الأمان. هذا حديث السياسيين زعماء الميليشيات الأحزاب المنضوين ضمن السلطة، لكن هم يتحدثون عن بلد فيه مواطنين. ترى ما الذي قاله العراقيون بخصوص هذه الرسائل والمحاولات لعدول الصدر عن قراره؟ دعونا نستمع أو نقرأ ما الذي قاله عبد الكريم. يقول: نعم، ما زال أمامكم الكثير للسلب والنهب وتدمير العراق. 18 عاما مضت كانت غير كافية، أنتم مجرد لصوص تمكنتم من مغارة علي بابا. عراقي آخر يقول، أحمد يقول: صار لكم 18 سنة طيحتوا حظ البلد ورجعتونا قرون للوراء، وحضرت جنابكم أنتوا وعوائلكم متنعمين ومترفين وعايشين أحسن حياة، وتاركين هذا الشعب لو يحترق لو يغتال لو يتفجر لو مارستوا عليه كل أنواع الموت والظلم والإذلال، بعد وين بر الأمانة اللي تقصده؟ مكافي تركونا بحالنا، الله ينتقم منكم. عراقي آخر يقول، زينب تقول: بالله عليكم إذا كلكم طلعتوا تحبون الوطن وقلبكم عليه، من سرق؟ من باقى؟ من قتله؟ والله شفنا العجائب منكم. طيب، ما الذي يقوله
مواطن عراقي آخر. سعد: ما هذا الغزل؟ أبا هاشم هو أحد الذين دمروا البلاد، دمروا ما تبقى من العراق بفساده شخصياً وفساد عصابته المسلحة والسياسية التي لم تستثني حتى النجف بما لديها من رمزية، ولا مدينة الصدر التي تضم أكثر المضللين من أتباع أو المضللين من أتباع. الكل تبع أجندات خارجية وليس هناك وطني واحد أخو خيته ينقذ ما تبقى من هذا الوطن. هذه التغريدات جزء بسيط جدا من آراء العراقيين. كيف يردون على هؤلاء السياسيين الذين يعتقدون أنهم فعلا الذين يقودون هذا البلد إلى بر الأمان؟ ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. غرد الفنان العراقي المعروف مقداد عبد الرضا عبر حسابه في موقع تويتر وعبر عن رأيه فيما يخص الانتخابات القادمة في العراق. حث العراقيين على المقاطعة، وجاءت أغلب الردود تساند طرح الفنان مقداد عبد الرضا في مقاطعة الانتخابات لنزع شرعية العملية السياسية. هذه التغريدة الأولى يقول فيها: أولى الواجبات في إسقاط أي حكومة هو مقاطعتها. كيف؟ عدم الاشتراك بالانتخابات وبذلك تكون حكومات غير شرعية. لا تؤيدني هنا، لا تؤيدني هنا وتروح تنتخب، ولا تنتخب باسم الدين أو المذهب أو أي جهة. حكم عقلك وضميرك واحتج جراء السفالة التي تمارس ضدك وضد تاريخ مستقبلك ومستقبل أولادك والبلاد. تغريدة أخرى سنقرأها الآن أيضا للفنان مقداد عبد الرضا، يقول: المشاركة في الانتخابات هي الشروع الأمثل للميوعة والمهادنة والرضا والخنوع وشوية قشمريات. هكذا يرى هذا الفنان العراقي. دعونا نقرأ مشاهدينا الكرام بعضا من التغريدات التي جاءت ردا على هذا الكلام في موقع تويتر. أحمد يقول: بدون شك هذا التغيير ضد ما تؤمن بي من أن التغيير يأتي عن هكذا طريق، لكن الظاهر النفق مظلم جدا ولا تستطيع أن ترى حتى ومضة أو جدحة من الضوء. أنا أتفق مع هذا، لكن يجب أن تكون هناك حراك أو يكون هناك حراك جماهيري قوي يجعل قيام الانتخابات غير شرعية لتسقط العملية السياسية كلها والبدء من جديد رغم صعوبة الطريق. تغريدة من أبو عمر يقول: نعم لمقاطعة العملية السياسية وعدم الاعتراف بها. تغريدة أخرى من أم إيمان تقول: مشوية قشمريات، بل هي كلها قشمريات، مهزلة من أولها لآخرها. آخر تغريدة لدينا من مناف يقول: المشاركة في الانتخابات هي دعوة مجانية للسارق أن يسرقني، والمبتز أن يبتزني، والمتخلف أن يقودني، والقاتل أن يقتلني. هذه جزء من التغريدات مشاهدينا الكرام في موقع تويتر، بإمكان حضراتكم أيضا أن تشاركوا للاطلاع عن تغريدات أو على تغريدات أكثر في هذا الموقع. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع فقرة أنت ترى. مواطن عراقي انفجر غضبا ضد الميليشيات التابعة لإيران ومرجعية النجف الصامتة وهي ترى الفساد والخراب والجرائم التي ترتكبها الأحزاب والميليشيات ضد الشعب العراقي ولا تحرك ساكن. دعونا نستمع. طفح الكيل من إيران، طفح الكيل من الكاتيوش والكواتم الإيرانية، طفح الكيل من الأحزاب والميليشيات الإيرانية، طفح الكيل من السلاح المنفلت والفاسدين، طفح الكيل من المرجعية اللي ساقت عن الفساد والقتل اللي يصير بحق العراقيين، طفح الكيل من المقابر الجماعية اللي تسويها الميليشيات، طفح الكيل يا شعب العراق. والله لو عندنا الشيوخ معدل بالعراق فلا كان صار هذا اللي صار بينا، بس يعرفون الشيوخ دقامة، الشيوخ 25، والله هذا العقال تلبسه يكون دافع بيه عن بلدك. الآن مع فقرة إنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على المشاريع المتلكئة والوهمية في العراق على مدار 18 عاماً التي ذهبت أموالها لجيوب الفاسدين. لنشاهد.
مشاهدينا الكرام، نصل هنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.